مهما دورنا ولفينا بنطلع احباب، نرمي البغضه بايدينا من ورا الباب. وقي يا حماتي حبيني كلك اخلاق، لولا ابنك ما شفتيني لابس الخلاق. دخلك يا كوح العيني ما بدنا فراق، العيش المر بترميني آخرها تراب. لأنه يا ميمتي دير الجرة على ثمها، تطلع البنت لأمها. لو بتشوفي محرمتي مليانة دموع، يلي أغلى من بنتي وصوتك مسموع. أنت مليحة بس أنت شوي دلوع، يا كنتين ما تبتي بصير حساب. هلو يما روقي ولا تخلي مرتي تنظام، يما مليح صحتلي بيضة وتمام. خلي البسمة ترجع لي ونهاري سلام، خلود من العين تملي وتسقيني شراب. كل واحد بيعرف حده بيضل كبير، ما بتطاول ع جده الولد الصغير. شو بدكن يبقى عنده أبو البدور، خايف تطير وما تهد وتصير سراب. لا 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 بسيطة. اسكت لا تعمل حالك فهماني كتير، هات الكاس من قبالك من دون تفسير. بنتي حرة مش مالك البدها بصير، ما حد فيكم بتمالك اسألها جواب. كشلي حطيتها سمون لحلاكة ولا دوا الصراصير؟ حكيم مداوي ومطهر كل الجروح، وبجتب وصفه لا تعجب مرضك بيروح. وحلاك محندك بحلك بدون جروح، هاتوا مصاري نتسبب بنصير صحاب. مهما درنا ولفينا بنطلع احباب، نرمي البغضه بايدينا من ورا الباب. يعني انا ما بقبل. تقبلي ولا ما تقبلي، انجعلك عمرك لا تقبلي. انا ودي ابني يرشح نفسه لعضوية البلدية، وانا ما بدي وجع الراس من اساسه. اي هو على كيفكي ولا على كيفكي؟ معلوم على كيفي انا. لا على كيف جوزي. جوزكي ابني، وما ظنيت انه غضيب الوالدين. اذا انا قلت له رشح نفسك لعضوية البلدية بده يطوعني ويسمع شوري، وانا مش مستعدة ان جوزي يربط حاله بمسؤوليات وهم كبير وهو يلا يلا مطعمين الخبز. وبعدين شو بنستفيد لما يصير جوزي عضو بلدية؟ عالقليل بترفعي راسك قدام الناس وبتتباهي انك مرت عضو البلدية. عضو البلدية بشير يلي منا، اللي يدافع عنا بشير اللي يدافع عنا. طيب هلأ بيجي بشير ومنشوف بيرد عليكي ولا علي. طيب يا خلود يا بنت عواطف الحين بتشوفي. أنا مخالف. كيف أنا مخالف؟ أنت طالع على الشارع العام 3 متر يا عمي. أنا وشارع؟ أنا مش شايف فيه قدامنا شارع. ما هو راح يجي قدامك شارع 16 متر وراك كمان شارع. نعم؟ أنت مطلع ربع بنايتك على الشارع وما بيجوز. بعدين أنت باني بدون ترخيص. أيوة صح. ولما تيجي بدك ترخص ما بيوافقوا لك. مين هن اللي ما بيوافقوا لي؟ إيه البلدية. البلدية؟ آه. والحال؟ الحل انها تنهد. نعم اهد العمارة؟ طبعا، او على الاقل هد بوزها. بوزها؟
بوزها غالي علي. ما هو اسمع، اذا بدك تتبع القانون لازم تهد المخالف فيه، بس انت عاد لانك ساكن بمنطقه بعيده شويه ولسه ما وصلها لا مي ولا كهرباء، معك وقت تدبر حالك. وكمان شوف، اذا بتنتخبني عضو بلديه بشوف لك، بركي دبرنا لك الموضوع. بشير وصل، الحين بنشوف. مرحبا خالتي. هاي خلود. هلا شايش. اتفضل اتفضل. حياك الله. ول 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 ول، ماكو زي اللي شفته شبح. انا جاي وكل امل وفخر واعتزاز علشان احصل على تأييدكم، وانتوا لوين وجوهكم شبرين؟ ليش؟ ودك ديني؟ لا استغفر الله العظيم يا خالتي. ولا ليش بدك مساعدتنا؟ انا يا مرت ابن خالتي بكل فخر واعتزاز وثقه وامل رشحت حالي انتخابات عضويه البلديه، انتخبوا مرشحكم شايش للعضويه. انت ودك تصير عضو بلديه؟ نعم يا خالتي، ليش؟ ما انفع؟ بتنفع نص. انا شخصيا راح اعطيك صوتي. يا عيش شايش. يا قع شايش. لا لا يا خالتي، فال الله ولا فالش. مشكوره يا مرتي ابن خالتي، هذا انت ايدتيني. وقبل ما تسمعي خطبه العصمه ايش لون لو انك سمعتيها؟ انا عارفه انك مستقيم ونزيه وبتحب اهل البلد ومتفاني. شايش وليه، وبالاصل كان يلعب بالطين وبالرمل وبالحصمه. عضو البلدية لازم يكون مهيوب وفهمان وعنده عقل هالقد. لا يا خالتي، على حساب انا وياك حبايب، شو اللي غيرش علي؟ وبعدنا حبايب، بس العدل عدل. انت ما تنفع تصير عضو بلدية بنو. بس يا خالتي انت لسه بعدك ما سمعتي خطبة العصماء. هات سمعنا تنشوف. إذا تم انتخابي عضو بلدية فسأعمل على ما يلي. أولاً رصف الشوارع وإنارتها وتمديد المية والكهرباء للبيوت بأسرع وقت ممكن. هذه لازم تتم بيك وبلا، لأنها أشياء أساسية وضرورية. عمتي بتفكر الأمور بتتم بالساهل، هاي من أصعب المطالب. هذا المطلب كافي إني أدز بشير حتى يشجعك وينتخبك ويعطيك صوته. ثانياً، المحافظة على السلاسل القديمة والبيوت العتيقة المميزة حتى نبقي على هوية البلد وطابعها الأصلي. سلاسل؟ السلاسل المليانة حياية وعقارب؟ وإيش بدنا بالبيوت القديمة مدام تصار في عنا فلل وعمارات حجر وكل شيء على الموضة؟ السلاسل والبيوت القديمة هي التي تبقي للبلد روحها العربية المربوطة بجذور عريقة. صح يا شاش، سيروا ونحن من ورائكم. ثالثاً. وبيها ثالثاً بعد. ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وعشرة عشر. شايش، يبقى انك مش صادق وكذاب. ودك تحقق كل هالمطالب هذي بسنة واحدة يا شايش؟ ممكن، ليش لا؟ ابني بشير ما راح ينطي صوته لواحد ما هو صادق. بشير راح يعطي صوته لشايش. لا ابدا بتاتا. منشوف بنشوف. ايه هذه متعه، انا برجع لكم. من وين تيجي انت؟ فتحي عواطف. اللهم اني صايمه. مالك بوزك شبرين؟ فلتيني بهمي عواطف، انت السبب. مالك صرت تقتنع علي؟ مستوتي حياتي هالايام؟ ما هو انت اللي اجبرتيني اني ابي بدون ترخيص. ابني رامز، الارض خلى رامز، ابني وبعدين بنرخص رامز. رخص اذا كان بدك ترخص. نبز لي شارع عرضه 16 متر قدام العماره. وما ينبز ايش يعني؟ يعني احنا مخالفين ولازم نهد. تهد تهد ايش؟ اهد العماره. كلها رامز؟ كلها ثلاث ارباع هي الثلاثة متر اللي نابزين على الشارع، المهم نهد. ولي افتح افتح الباب. ابديش افتح الباب يا زلمة. ما نخل اطالع.
ايش؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مرحبا ابو نزر. اهلا يا ابو اهلا. تفضل تفضل يا سيدي. مرحبا سيبتنا. اهلا. انتخبوا عضوكم المميز لانتخابات البلدية. شايش، ماء، كهرباء، حفريات، مجاري، سناسل، شعارنا لهذه الحملة. سناسل؟ سناسل ايش انت التاني؟ المحافظة على السناسل القديمة والبيوت العتيقة المميزة. هو انت التاني مرشح حالك للانتخابات؟ مين غيري يقدر يرشح حاله؟ صاحبك وشريكك ابو كزلوك لبيب. رايح يسقط، رايح يسقط، لانه ما له عزوه قدي، ما له هيبه قدي، ما عنده شعبيه قدي. ابو نسب، بايش وعدكوا؟ ها بايش وعدكوا؟ وعدني اذا كان انتخبته يشوف لي حل لموضوع عمارتي. ها العماره اللي طازه على الشارع 3 متر؟ ما غير هالمسمسمه زهره التفاح. غلطان لبيب، هذه معضله. ايش قصدك يعني؟ ما فيش لها حال؟ بصراحة يا أبو نسب خليني أفكر بالموضوع، لأنه حلها صعب جدا جدا جدا. السلام عليكم. هلا حبيبي. هلا ولادي. هلا ابن عمي. هلا بنور عيني. ول 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 ول، شو نوع الكلونيا اللي استعملتها اليوم؟ عنك؟ لا 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 لا، ما يحملهن عنه غير انا. لا يا عمتي، انا اقوى منك لاني اصغر منك. ول ول، مالكن انتن الثنتين؟ انا رجل الدار وانا اقوى منكن الثنتين وبقدر اشيل الكيس لحالي. وش بلاكن يا ميمتي؟ شايش مرشح حاله لعضوية البلدية. قال وده يصير عضو بلدية. قال ابن مبارح اللي كان عمص هو صغير وداير بالشوارع. ماله شايش؟ والله انه شاب بيسوى ذهب ومخه بوز بلد. ها بعرف انه مرشح حاله للبلديه. شايش ولبيب وسالم وكبير وصالح. وانا من ايمتى يا ميمتي؟ من هسه. لا احنا ما بدنا نرشح حالنا لعضويه البلديه. وانت منو طلب منك ترشحي حالك لعضويه البلديه؟ انت وسكتي وانضبي. أنا بحكي مع ابني عضو البلدية. ابنك مش عضو. ها ولا إيش؟ رئيس ولا رئيس؟ ابنك رئيس هاي الأسرة وبكفي هموم ومشاكل الله يكون بعونه. هي 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 هي. وهو إيش بيساوي غير هالوظيفة اللي كلها توقيع والسلام؟ بالله الوظيفة شاقة وفيها مسؤولية. المسؤوليات اللي عم نجد موجودة بالبلدية، كلها شوارع وراضي وكهرباء ومي وفرز ومرز. ايش يعني مرز يا ميمتي؟ انا دارية. المهم انك بتصير مهم لما تصير عضو بلدية. لا تخلي هالبنية تلعب بعقلك وتقلل من قيمتك وتمنعك انك ترشح نفسك لعضوية البلدية. اسمعني وخلي المناسف علينا. مناسف؟ ليش المناسف؟ ها ولا ويش فكركي؟ ودك تكسبي أصوات بدون ما تعزمي وتكرمي وتورجي حالك قدام الناس انك منك محتاجة؟ لا 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 يا عمتي، بدناش الشغلة من أساسها ما دام فيها مناسف. ما ضلنا نوزع سجاير على بدهم ينتخبونا. هسا اللي بدي أفهمه، أنا مرشح عضو بلدية ولا مش مرشح عضو بلدية؟ مش مرشح. مرشح ونص. هاي قاعدة لحتى تقررن قولي لي النتيجة. مش مرشح. مرشح. مش مرشح. مرشح. مش مرشح. بصراحة بصراحة يا أبو نسب، ما ظنيت موضوعك ينفع بالواسطة. يا بتهد يا بترخص. نعم، بس أنت اللي قلت لي إنه البلدية ما بترخص. قوم افتح الباب رامز. قومي أنت افتحي. قوم أنت. قومي في الزيت. حاضر. وين وصلنا يا بابا؟ عند موضوع الترخيص والهد. أهلا يا أم البدر. أهلا. انتخبوا مرشحكم لعضوية البلدية. اجيت بوقتك. خير إن شاء الله. اقتنعت إنه أنا المرشح الأول لعضوية البلدية؟ قنفز لهونيه. لبيب. ها؟ أنت مش وعدتني إنك تشوف موضوع عمارتي ولا لأ؟ نعم، وبوعدك كمان مرة. لبيب، انت على اي اساس بتعطي وعود كاذبه؟ وعودي ليست كاذبه.
أنا راح أشوف حل لمشكلة العم رامز لما أصير عضو بلدية. ما تسقفي ما تسقفي، بس لا أنت ولا غيرك بيقدر يرخص عمارة طاز زبوزها 3 متر على الشارع. بندبرها. إشلون؟ أول ينتخبني عضو بلدية. طيب إذا انتخبتك كيف بدك تدبرها؟ بحكي لك مع البلدية إنه ما يهدوها. بس آخرتها رايحة تنهد. الواحد معكم مش عارف راسه من إجريه. إلا قولولي هو بشير مرشح حاله لانتخابات البلدية ولا لا؟ نعم لا، وأنا بقول إنه مرشح نفسه غصب عنك وعنه. غصب عني أنا يا ميمتي؟ نعم، إذا أنت ما رشحت روحك لعضوية البلدية ما نوع حق منك؟ فهمني. الناس اللي أفهم منه بهيك أمور أحق منه مرت عمي. أنا ما سألتك أنتي، أسكتي. أنا بجاوبك يا ميمتي وبجاوب خلود. السلام عليكم. أهلين بابا، شو المفاجأة السعيدة؟ والله ما هي سعيدة يا بنتي. ليش يا عمي؟ خير إن شاء الله. قد أفهمك يا با. آخ الأمور خربانة مع عمك، ما في حد قادر إنه يساعده أو يعمل له إشي. اتفضل يا نسيب، اهرج. القي لي نظرة على هالخارطة دخيلك. هلا ومرحبا بالجوز، يا هلا يا هلا يا هلا، بالجوز بحلق للجوز إنه يلا. جوك يا أبو وش اسم المحروس؟ هنو محروس؟ قصده ابنك. وشو تشوف ابني؟ ليشون سرق سيارة أبوه وسوى فيها حادث؟ لما معلومات شو؟ أبوه ما عندش سيارة وابني ما عرفش يسوق. المهم يا سيدي، إحنا جايين بحملة انتخابية. براو عليك وبراو عليك وحييك، لأن شو جيتوا للمحل الصح. محسوب شو مطهر كانوني، حلاك النكابي، حكيم عربي، خلع سنان، حلاكة، الموس، السفر، دكن، شعر، تشلو، وعمل حجب أيضا. شو بتش موجود؟ أنت عارف عن إيش بنحكي؟ طبعا لا، أنا بكل فخر واعتزاز وثقة بالنفس مرشح حالي لانتخابات عضوية البلدية. حوطك بالله. وأنا كمان. وانت كمان حوطك بالله. الله ينجحك الجوز. واحد منا اللي لازم ينجح، ونجاح هذا الشخص متوقف على ايدك انت. ابشر، انا مستعد اعمل لك عمل انكم تصيروا رئيس المجلس تبع البلديه هذه من اول مره، بس بعشر ليرات. مين في شو؟ انا يا سيدي مستعد اقبل حقك. خلص خلص خلص، ولا يهمك. اتفضل اتفضل، انت خلع اسنان ولا كلع الدكن؟ يا رجل انا بقصد عن حقك في التصويت. التصويت؟ التصويت لنزواني يا رجل. وللرجال كمان. كبرت عدوين شو؟ هم رجال صاروا يصوتوا مثل النزوان. ما هي مساواة يا أبو اللي هو؟ والله هذه جديدة علي، وين كرتوها في الجريدة؟ أصلنا المساواة في الانتخابات. يا بلدي شفتني بابك. طيب مين بده يحلك ومين بده يخلع سن؟ يا سيدي احنا بدنا صوتك. صوتي؟ لا ليش بده صوتي؟ يا سيد احنا بدنا اياك تروح معانا للبلدية وتختار لك عضو ينوب عنك. ليش؟ عشان يمثلك، عشان ينوب عنك. انا فيش حدا بينوب عني، انا فيش حدا بيعمل عمل مثل اللي انا اللي بعمله. وانتصف نظرتش الجوز إذا أنا كان جذبت عليك الجوز. أقول لك؟ أقول لي. أنا 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 بدي صوتك. ماله هذا يا زلمة؟ بحص على أسنانه ماله؟ بطل عن العمل ليش؟ ما فهم عليك، أنا بفهمك. لشون هذا اللي محزق على حاله سنه بوجعه وثار عليه السن وزعله وروح؟ إيه أي سن؟ اللي بدي يخلعه، ولا أنت اللي بدك تخلع؟ أخلع. أخلع. أنا أخلع. أخلع يا زلمة. أي خلع ضمان عالي. أقول لك كل بدي صوتك. ها شو صوتي؟ بدي صوتي؟ ما بدك صوتي؟ ماذا ما هذول الجوز مجنين؟ صوتي؟ هي لشون صوتي مضحوح وأنا مش داري؟ بس أنا حذايا دواء للبحة. أفهم من كلامك يا عمي إنه في سبيل إلغاء مخالفة بتنتخب اللي بيساعدك؟ طبعا ولا واحد بقول لي عمارتك سليمة
مش مخالفه، بمزع لي المخالفه، بنتخبه. ومين الجاهل اللي وعدك انه يساعدك اذا انتخبته؟ لبيب. ويش قال شايش الهايش ابو عيون عمص؟ شايش ما وعد. وما اظن انه بيعرف الحل كمان. لبيب قال انه مستعد يدبر امر المخالفه بشرط انك تنتخبه؟ ايوه صح. شايف يا بشير يا ميمتي، لو ايش كنت ودياك ترشح روحك لانتخابات البلدية؟ لن ندرى الناس بنزاهتك وفهمك وعقلك الكبير. يعني مش عشان تتباهي فيه يا عمتي؟ ولو ايش متباهى بولادي اذا كان نزيه ومين وصادق؟ هي اتباهى بي بعد. وين شايش ولبيب؟ قاعدين بلفوا على البيوت. حملة انتخابية. بدي اشوفهم. وايش ودك بيهم؟ بعدين بفهمك يا بنتي. ايه؟ وين يا ابو بشير؟ ما حلت ليش موضوعي؟ طولت يا ابن الحلال، ان شاء الله انحلت المشكلة. مش شايف لك اياها راح تنحل، وبعدين انسي ابني، جوز بنتنا، ابصر شو اللي صاير له. بشير؟ هو في غيره؟ ماله بشير؟ لو ابوزه شبرين لما عرف شو القصة وزعل قال ليش اعرض صوتي على شايش ولبيب اذا هن ساعدوني بحل مشكلتي. عجيب، ليش؟ ابعرف ايش؟ اذا انا مخالف 3 متر ولو ابوزه هالقبضة، كيف لو اني مخالف 10 متر؟ عواطف، اذا كان بشير رشح نفسه لعضوية البلدية انخرب بيتنا. سنعمل على ترقيع المطبات اللي في الشوارع اللي مزفلته واللي مش مزفلته. سنعمل على تصريف مياه الشتاء المتدفقة. شكرا شكرا. سنعمل على تخفيض أسعار الماء والكهرباء بمستوى الغلاء الحالي، كل ما انخفضت رفعنا وكل ما ارتفعت خفضنا. لا داعي لا داعي. سنعمل على تدفيق المياه الجاري ونعمل المجاري لكل ماء جاري. انتخبوا عضوكم المميز في النزاهة شايش شايش شايش. لا 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 لا، بل الأفضل انتخبوا عضو البلدية المتفاني من أجل خدمتكم. بعد إذنكم شباب. برجع. يعني الحين اللي بصير عضو بلدية الناس بتطلب منه مطالب؟ ولا يا عمتي؟ ومش غلط واجبه أنه يلبي مطالبهم؟ وبشير قدها. افرض إنها مطالب مش قانونية، هيه بينحرج بشير وبيقول لا، والناس بتزعل منه وبيسبب إله إن عداوات ما بدنا إياها. ألو. أيوة بابا. أهلين. لا والله بشير لسه ما رجع، مش عارفين إذا بده يرشح حاله أو لا. لأنه إذا رشح نفسه لانتخابات البلدية بكون إلنا نسيبه سند، وما أظن إنه نسيب يخزل نسيبه. ها؟ أيوة صح، موضوع العمارة ما غيرها المسمسمة زهرة التفاح. ها؟ مخالفة؟ مخالفة مخالفة، يعني معقول نسيبنا يخرب بيتنا؟ شو؟ اسمع اللي أقول لك يابا، أنا اتفقت أنا وأمك إنه بشير أنسب مرشح. لأنه نسيب. لأنه نسيب. وإذا نجح ساعتها تنحل المشكلة. وإذا نجح ساعتها بتنحل المشكلة. وإذا زادت 3 متر على الشارع أو خست 3 متر مش مهم. وإذا زادت 3 متر على الشارع أو خست 3 متر مش مهم. عائلية. عائلية. وكون نسيب ولا تكون قريب. وكون نسيب ولا. أنت مين عينك ملقنة؟ أنا رامز. إيه طيب. ولا تكون قريب يابا. شو قولك؟ بصراحة أنا ما بعرف. خد اسأل عمتي إم بشير، هي اللي بدها يرشح بشير نفسه للعضوية. هي ألو يا نسيب، الدنيا مساء والله يمسيك بالخير. ابني بشير حاد مثل السيف.
يا ما غفرنا لجارنا كل زلة حتى ما يدرى ولا يندرى بيها، ولنك لناها جارنا ما دري بيها، ويش قولك بالنسيب عاد؟ لا ما ظنيت ابن بشير يمشي بالطريق الغلط. ها؟ على كل حال الموضوع صار يحرج الواحد، شو رايك تيجي انت وعواطف ونهرج بالموضوع مع ابن بشير؟ زين، قبل الفطور او بعد الفطور؟ صدقيني يا خلود اني مستحيه من ابوكي. مش قلت لك يا عمتي؟ الله يعينك، اللي بتصير عضو بالبلديه، هذا بده مطلب وهذاك بده مطلب، مطلب هذا عادل ومطلب هذاك غلط. بس يجي ابني بشير انا لي كلام معه. خلص يا رامز، اعتبر الموضوع منتهي وفي جيبتك الصغيره. ايش قصدك عواطف؟ انا الليله بقنع بشير انه يرشح نفسه لعضويه البلديه، وان شاء الله راح ينجح لانه اكثر شعبيه، والليله راح اخليه يوعدك مثل ما وعدك لبيب انه ينهي موضوع المخالفه والعماره والشارع. اي مخالفه شارع بدها تفرق بين النسايب يا رامز؟ بزعل منك ها؟ لا كل شيء ولا زعلك عواطف. يلا يلا. ابصر شو ماله؟ انا عارف كانه في شيء بدماغه بده يحكي، بس مستحي. مستحي؟ مستحي من مين؟ مني انا؟ الله اعلم. يابا بشير الظاهر انه الصيام ماخذ عليك. لا يا عمي. ولا ليش ساكت؟ صحيح قاعد بوزن في كلماتي قبل ما اقولها حتى لا تسيئوا فهمي. احكي يا سيدي، قول، احنا عارفين انه نيتك سليمه. احكي. في الواقع امي ومرتي صار لهم مده قاعدات يتهاوشن، واحده بتقول لي رش حالك وواحده بتقول لي لا. اللي بتقول لك رش حالك غلطانه، واللي بتقول لك ما ترش حالك صح. ليش يا شايش؟ قله مرشحين. مش المهم قديش عدد المرشحين، ولا مهم اني ارشح حالي او ما ارشح حالي، الاهم كل هذا اللي قاعد بصير قبل الترشيح، كل هالعطس هذا. انتخبوني بتمد لي شارع، بترخص لي بنايتي المخالفة. ليش لا؟ مش احنا بنمثل العم رامز وغيره؟ انا ما قلت هيك. مش انت يا شايش، لبيب. كيف يا لبيب بتقبل على نفسك الغلط عشان ينتخبوك؟ العضوية مكسب ولا مسؤولية؟ مسؤولية. أنا مش قادر أفهم ليش بتفكروها غنيمة، ليش كل هالتهافت هذا عليها مع إنه المفروض إنها خدمة للآخرين. العضوية مجد وشهرة وهيبة. إذا أنت عضو مش نافع حتى لو انتخبوك. ولا إيش؟ المفروض إنها تكون خدمة عامة، رعاية لمصالح المجتمع، رعاية لحقوق المجتمع. وش نطنش لواحد على حساب المجموع أو على حساب واحد ثاني؟ نطنش؟ يا عمي، مع حبي واحترامي إلك، أنا أعتقد إنه بنايتك مخالفة، والزيادة اللي طالعة على الشارع العام لازم تنهب، سواء انتخبتني أو ما انتخبتني. ول ول؟ أيوة. ومش لازم يكون فيها محاباة، سواء كنت عمي أو نسيبي. هذه جلافة وما فيها رحمة. إذا كان إحنا ما حنينا على بعض، مين بده يحن علينا؟ مش على الغلط يا عمتي. عين الغلط وإحنا منصححه، بس ما تهدي الكل.
ماما بشير بيحكي صح. قوم قوم يا رامز ما دام بنتك ضدك، يمكن لما تكبروا تعرفوا معنى الرحمة وتعرفوا ليش الواحد ممكن يتساهل مع أهله. استني عواطف، يمكن بشير بيحكي صح. وكاد صح، مش تمكن. وأنا بصراحة كنت ودي يرشح روحه عضو الانتخابات البلدية، بس الحين غيرت رايي وغيرت شوري. تسلمي يا خالتي، هاو أنت تحبيني. اسكت أنت يا شايش، ما هو مشانة ولا مشان لبيب. لا، الحق دوم صعب وتحقيقه أصعب، وأنا ما ضحي بولادي عشان الناس يحبوا زود عن اللزوم ولا يكرهوا زود عن اللزوم، مثل إنه راكب السبع والناس خايفة منه وهو خايف من السبع. بس ما هو لازم واحد يرشح حاله للعضوية. شوفوا لكم واحد غير جوزي. أها، هاي طار منافس من طريقنا. أنت ما بتنفع، ما ظلش إلا أنا من العيلة، أنت قبلت بالغلط، أنا اللي يمكن أصير عضو بالبلدية. طيب الله يكون بعونك. افرض إنك صرت عضو في البلدية. نعم. كيف بدك تحل مشكلتي؟ بسيطة، هسا لا بنهد ولا بنرخص. ول؟ وتظل معلقة؟ نعم. آخرتها توقع. لما يجي الصبي بنصلي على النبي. أنا مش مثل شايش. أولادي يا هيك يا هيك، ما عنده حلول وسط. غلط، لازم يكون مرن. يكون مرن بس مش أعوج. بصراحة 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 أولادي بينفع يكون عضو بالبلدية، بس إحنا ما بدنا حتى ما نخسر أصحابنا. البلدية يا عمي من بلدنا، وبلدنا بلزمها واحد كتله كتل بشير مرن بس مش أعواج. بصراحة أنا بدي أقولكم، أنا مش بحاجة واحد يداريني بقدر ما أنا بحاجة واحد يداويني. أنا بحاجة ناصح ينصح، مش مخدر يخدر. أنا بعطي صوتي لبشير. ودكو الصراحة، وأنا كمان بعطي صوتي لبشير. وأنا كمان مؤيد لبشير، وهي صوتي. وأنا مش رح أفشلكم، ما دام انتخبتوا بشير أنا كمان بنتخب بشير. الموت مع الجماعة رحمة، وأنا برشح أولادي بشير. بس ودكو الصراحة تمكن ما ينجح. فينا منطلع أحباب، نرمي البغضة بإيدينا من ورا الباب. واقي يا حماتي حبيني كلك أغلى، لولا ابنك ما شفتيني لابس الخلاك. دخلك يا كوح العيني ما بتنفرى، العيش المرة بترميني آخرها تراب. لأنه يا ميمتي دير الجرة على ثمها تطلع البنت لأمها. لو بتشوفي محرمتي مليانة دموع، يلي أغلى من بنتي وصوتك مسموع. أنت مليحة بس أنت شوي دلوع، يا كنتين ما تبتي بصير حساب. هلو يما روضي ولا تخلي مرتي تنرام، يما مليح صحت لي بيضة وتمام، خلي البسمة ترجع لي ونهاري.